السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في قناه مطبخ كرم العالمي. الوصفه ديالنا اليوم غتكون عباره على عسل منزلي ناجح 100% بل مليون في المئه. صراحه هذه الطريقه ديالي معتمده عليها دائما، كتصدق العسل غزاله للمعسلات الرمضانيه والشباكيه والبريوات. هانتوما كتشوفوا القوام، بقوا معايا مع الطريقه وطريقه التحضير والمقادير، واكيد غتجربوه. وهذا الفيديو عملته طلب تحت العديد من الاخوات اللي طلبوا مني نوجد لهم العسل المنزلي. ان شاء الله ينال اعجابكم، وبقوا معايا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير طبعا كنحتاج واحد القالب السكر كما كتلاحظوا، بامكانكم تعملوا حتى السكر سنيده في عدم توفره. كنحتاج يطرم الماء، واحد العود القرفه متوسط، كنحتاجنا تقريبا حبه 5 حبات ديال المسكه الحره، ومعلقه صغيره مازير اي روزماري او الروميرو. وبالنسبه للاعشاب كتبقى اختياريه، وكنحتاج واحد ورقه سيدنا موسى او ورق الغار. بالنسبه للاعشاب بامكانكم تعملوا الزعتره ولا الزعتر ولا فليو، او تقدر يعني ما تعملوها شي، كيبقى الاختيار لكم. انا كيعجبني نسمو بهاد الاعشاب. وكنحتاج واحد الليمونه ولا حمضه صغيره اللي كنقطع شرائح يعني دائريه على هذا الشكل. هذا اول عمليه غنقوم بها. كنعمل قالب السكر في طنجره الضغط او في الكوكوط، وكنضيف عليها الماء بهذا الشكل. هذا صراحة الطريقة العسل عندي معتمدة من سنين، ولكن ما كانتش عندي القناة وما كانتش كتاح لي الفرصة نصور. كنت كنعملها دائما في البيت ديالي، مرة كنعملها غير بالقرفة والليمون، ومرة كيعجبني نسما بالأعشاب باش كتجينا على داك العسل النحل اللي كيرعاو الأعشاب في الغابة والورد، كتجينا تقريبا بنفس الطيبة. دابا كما كتلاحظوا من بعد ما كبيت الماء طبعا غنخليه ليله كامله، ودعملتوه في الصباح خليوه الليل عاد طيبوه، ومن الاحسن تعملوه في الليل وخليوه داك القالب يدوب. وطبعا غنغطيه، ممكنليش نخليه ليله كامله يعني عريان بدون غطاء. وفي الصباح ان شاء الله غنقوم بالتكميل البقيه. هانتوما كتلاحظوا ملي جازت ليله كامله ما شاء الله القالب داب بصفه نهائيه مع الماء، ونزل القاعدة ديال الطنجره. دابا غنقوم بالتحريك ديالو، وغنشعل البوطه على نار مهيله باش نحاول نذوب دوك السكر شويه مع الماء بهذا الشكل. هذا هانتوما كتلاحظوا الان صافي السكر داب شويه مع الماء. دابا عندي في المكونات، عندي في النهايه شرائح الليمون، ورقه الغار او سيدنا موسى، واحد العويد القرفة، وهنا طبعا عندي هاد الفصمة او البندة معقمة بالمطايب والملاح، واصلا هي كتجي معقمة فما تخافوش منها. ودا عندكم شي طريد تسود الحياتي بحال اللي كنا كنعملو زمان. وكنربط هاد ازر او الروزماري باش ما كيترشناش في العسل، كيبقى مجموع كيعطينا غير النكهة ديالو. وكنشر بان الاعشاب المنسمه كتبقى اختياريه، لكم الاختيار بامكانكم تكتفيو غير بالحامض وبالقرفه. غنحرك هاد المواد مع بعضيتها حتى كنتاكد بان السكر داب وكلشي داب. دابا غنقوم بغلق طنجره الضغط، وغنحسب لها ملي تبدا تصفر نصف ساعة، من 30 حتى 35 دقيقة. ولكن حتى كتبدا تصفر يعني كنشدوها، وملي كنسمعوا الصفارة صافي. ملي كتجوز 35 دقيقة هذا هو القوام اللي حصلت عليه. ملي كتلاحظوا بأن الحامض أو الليمون عطانا هذا اللون غامق، هذا يعني أن العسل ديالنا ما شاء الله ناجح وجد. وخا كتشوفوه دابا خفيف طبعا، لأن إن شاء الله فتحت عليه باقي كيغلي، باقي ما بردش باش يعطينا القوام ديال العسل ثقيل. فهنا كنحاول نزول شرائح الليمون بهذا الشكل. هذا واخر حاجه غنضيف كما قلت لكم المسكه الحره، حتى هي كتبقى اختياريه. انا عملت تقريبا 5 حبات صغارين دقيتهم، وغنضيف عليهم باش كتجيني ديك النكهه ديال المسكه في العسل. غنخلطها بهذه الطريقه هذه، وطبعا العسل بقى سخنه جدا جدا يعني ان شاء الله طفيت عليها العافيه.
دابا غنصفيها بشرائح الليمون ومدك الرند، وهذا هو القوام. طبعا يمكن كتبان لكم خفيفه كما قلت لكم، لكن باقا ما بردتش، ولكن الجوانب ديال الطنجره ولا الحواف الطنجره لاصقين، يعني كتدل بان ما بقاش فيها الماء تماما وان الماء كامل تبخر وبقات مجرد يعني العسل. غنخلي هنا شويه في الطبسيل حتى كتبرد باش كنعرف بان العسل ديالي وجد وما بقاش فيه الماء بصفه نهائيه. وهذه هي النتيجه، العسل ناجح 100% منزلي، كي يحتاجه بزاف شهر رمضان للمعسلات الرمضانيه وللشباكيه والعديد من الاستعمالات. كنتمنى ينال استحسانكم وينال ارضاكم، واذا نتوما عندكم شي اقتراحات اخرى بامكانكم تخليو لي كومونتير في صندوق الوصف الاقتراحات ديالكم، اللي عندها شي طريقه اخرى للعسل حتى هي تشاركها معنا. دمتم اوفياء الى القناه ان شاء الله. وكما كتلاحظوا هنايا هذه الكميه خرجت لي جوج القراعي كبارين من فئه كيلو كيلو، يعني تقريبا جد الكيلو ونص ديال العسل. وما تنساوش اشتراك في القناه، وشكرا على حسن المتابعه، وما تنساوش تبارطاجي القناه ديالي مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء، وكنتمنى دائما كن عند حسن ظن الجميع. مع السلامه.